ألبومك جديد ويكون فيه برشا أغاني. زهرة كما حكينا من الأول أنت جيتنا من مصر. وي مزيت كي خلطت اليوم. مزيت كي خلطت اليوم. وي ألوغ نعرفوا شنو هي الرقص الشرقي في مصر. أكيد. شنو هي عندكم الرقص الشرقي؟ والله الكل نعرفوا اللي الرقص الشرقي في مصر حاجة مقدسة يعني مش كيما في تونس، تونس أوه والله كي رقاصة هيك ديما يعني ما يعطيوهاش حقها، أما في مصر غاديكا عبارة حاجة تابعة للفن يعني حاجة تابعة التمثيل حاجة حتى في الأفلام آخر مرة مؤخرا ولاو يطلعوهم حتى في الأفلام معنا يعني ولاو يمثلوا ولاو ياخذوا أدوار مهمة الراقصة غاديكا في مصر وياخذوا ديكاشي يعني فما أسامي كبرى معناها بالطبيعة ياخذوا يعني ممكن تلقاها تاخذ نهار بخمسة ملايين ستة ملايين نهار معناها أي مش لي مش نهار نص ساعة يعني تصور أنت تخدم في ثلاثة أربع بلايز كل ثلاثة أربع بلايز تاخذ خمسة ستة ملايين. أنا يعني إيش قولك نيلي؟ هو كلامها صحيح وأنا نعرف الشيء هذا حاجة كاشي أما ستة ملايين تحكي عليهم حكاية ملايين في تونس امبوسيبل. فمش كاشي ستة ملايين معناها؟ امبوسيبل امبوسيبل في الليلة في نص ساعة ليه امبوسيبل على شخص ولا نص ساعة غاديكا خمسة ملايين ولا حتى يوصلوا حتى لسبعة يعني 70,000 جنيه بالتونسي ما يعادل سبعة ملايين. اي كيما نحكيو على دينا على فيفي عبدو لا مش ليه هذوكم في مصر في ليه هذوكم بالدولار هذوكم اما نحكيو على جوهره مثلا لورديانا نحكيو على ليندا عادل ليه والله بالنسبه للرقص في مصر يعني مكانته اقوى وطبيعة الرقص من اول الدنيا هو تسمى على مصر وفنانات وكيما الرقصات دينا وفيفي عبد وميمي جمال وفنان والرقصات القدم راهم يخلصوا بالاف الدولارات ماهوش شويه معناها فوق ال 200 مليون توانسه واكثر واكثر هي تحكي لك تو على الرقصات اللي يجيبوا فيهم من روسيا ومن اوكرانيا تعلموا الرقص في مصر ولا ياخذوا مثلا كيما قالت لك هي 70,000 جنيه ولا 80,000 جنيه اللي هما سورديس يجيوا سبعة ولا ثمانية ملايين حتى شيء هذاك حتى شيء هو نص الفنان جوست نص ساعة في بالي في بالي ثلاثة بلايص قداش في بالي هذا في عرس كنت تشوف في الريستوران انا مشيت لمصر وشفت شيء مأهول الراقصة مقدسة حاجة كبيرة حاجة نجلة التونسية كي كانت في مصر راهي كانت تعبر معناها معروفة بالكدا نجلة وي وي صحيح أمين أنت تبع من محبي الرقص الشرقي لا مش من المحبين لكن السبب اللي خلى مصر دولة معروفة برشا في الرقص هو الانتاج الكبير للأفلام المصرية وكما تعرف صابرين نحن عشنا برشا على الأفلام المصرية وطبعناهم وخلى شهرة مصر تكون كبيرة برشا في الرقص معناها والعالم الكل خذا معناها العالم العربي خذا فكرة كبيرة على الرقص انطلاقا من الأفلام المصرية اللي كانت تتعدى ما كانش فما فيلم مصري ما فيش عرس كما نقولوا نحن وما فيش ممثلة كبيرة تشطح وكان يركزوا برشا على كانوا ممكن يروجوا لها كفكرة معناها نتاعها لمصر الستيل الكباريات والرقص والافراح نتاعهم كانوا يروجوا لهم عن طريق الافلام نتاعهم صابرين تراث هو عباره عندهم تراث وحاجه تعرف تشطح انت لينا نعرف شويه شويه يعني اما انا بالنسبه لي نحب الرقص على الاخر ويعني نقدر اللي عنده موهبه الرقص ولا يعني تشطح ولا انا نقدر حاجه اللي قلت لي الرقص خطوات انت تو حسب ما سمعت كلامهم الكل شنو رايك في الموضوع؟ اي هو في مصر مقديم الزمان معناتها تبدل اللي الرقص كان يتقدم في كباريات وفي ليلاونج وكذا تبدل معناتها من بعد قدوه في احلى حله في المسلسلات وفي الافلام في المسرح الفني بصفه عامه قدموه في مستوى راقي بار كونتر في تونس لا في تونس لا حتى كي قدموه في التلفزه ولا يجيبوه في ما نعرفش انا في بلاتو او يجيبوه في فيلم ولا في مسلسل ديما يعطوه اخيب دور اخيب حاجه ديما يقدموه في اخيب حله معناها تقزيم معناها اي تقزيم كبير برشا هي تحكي لي من بكري شويه اللي راه في مصر توصل الكاشي نتاعها ندرا قد ايه معناها من غير ما نسميه لي نومبر قالت لي ندرا قد ايه بار كونتر في تونس لي هي تحكي لي على جوهره وندرا شكون هي غاديك كل ما تقعد دانسوز عام وعامين وثلاث سنين واربع سنين كل ما هي تزيد تقدم وكل ما هي تعرف اكثر واكثر وكل ما الكاشي نتاعها يزيد يطلع بار كونتر انا عندي سنين نقدم ونطلع ونتعرف وليت معروفه والكاشي بتاعي قاعد في بلاصتو علاش خاطر فيها برشا تقزيم من اللي كونسيبت اللي نخدموا فيهم من العبيد من اللي دايرين بينا في المستوى الفني معناها كانوا فنانين ولا كذا ديجا انا في البلاتو كي جيت المرفيته كان فما برشا هجوم معناها عنيف برشا عليا فهمت حتى في برشا حاجات كان معناتها فما برشا ناس ضدي فاهمه اللي انتم توا كي تحكيو قلتوا ليه اللي هو محيه وحاجه فنيه وحاجه كذا
هو اكيد احنا اشوف انت وجودك هوني هذا دليل ان احنا نحترموا الرقص، واللي احنا عندك تو قديش من اسبوع انت تدافع على الرقص وهي بنتك، واحنا كنا اكيد الرقص هو فن بالطبيعة يعني حتى حد يقول، لكن نظرة المجتمع لأي حاجة فما اللي معه هو التمثيل هو التقديم هو أنك تكون مذيعة هو أنك تكون أي حاجة فيها كلنا نكلوا بالمثل التونسي يقول كل بلاد ورتالها معناها تونس معمرة ما باش تكون مصر ومصر معمرة ما باش تكون تونس. أي. لهنا مصر علاش يقدروا الرقص الشرقي على خاطر هو التراث نتاعهم، احنا لهنا في تونس التراث نتاعنا ليه مش الرقص الشرقي الرقص التونسي شاي. كانت غني مكشبي. اي انا ديما ديما التونسي ديما الشعبي مقدر اكثر من الاورينتال على خاطر هو ديما التراث نتاعنا. زهره تمشيش تاخذها معاك لمصر، خليه هنا في تونس. ها والله ذالي باش نهزها صابرين. اي خاطر هكا يشوفوك في مصر، خاصه في مصر قاعدين يستقبلوا برشا في راقصات اجانب معناها من دو من روسيا ويرانيو فيهم الكل مشيش يهزوك نلي. جيك بروبوزيسيون اي جاتي بروبوزيسيون ديجا سي بون خام باش نمشي معناها. اه ممكن تهاجر اي اونكور اي سي بون. آه. ليه خاطر تونس والله عندي برشا، عندي برشا في تونس سنين مش معناها عام ولا عامين، عندي برشا وعطيت كل ما عندي معناها في الدومين بيان سير ما فيش حاجه اخرى، اما ما وصلتش اللي حب عليه. دونك تخمم للهجره، تخممت هيك. نشوف ممكن نلقى حظي في بلاصه اخرى. ان شاء الله انت تلقى حاجه في تونس وإذا موهبه وانت مدافعه شرسه على الرقص الشرقي، لكن كي لقيت حظوظك. والله والله قاعده اقول في الحق لاني قاعده معناتها نزيد عليه ولا نقص عليه، انا قلت اللي موجود، اما العباد ديما تفهم بالغلط ربي يحفظك. بالتوفيق ليك نيلي. الوغ مهرجانات عادل وفرح غنيات وجو، احكيوا لنا اش مستعدين للافراح والمهرجانات. الوغ عادل شنو مستعد للمهرجانات؟ بالطبيعة أنا سنة الحقيقة ما عنديش حتى مهرجان. آه ما صبيتش دوسي؟ لا ما صبيتش، وسنة خاطر تلهيت عندي برشا خدمة، سجلت برشا أغاني وحضرت خدمتي الكل، نورمالمون العام الجاي 2025 إن شاء الله باش تشوفوني في المهرجانات، لكن بربي يا صابرين قوس باش نحلوا على المهرجانات. في تونس راهو فما برشا 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 خنار كبير في المهرجانات، قبل كانوا المناديب الثقافة، كل مندوب كل جهة فيها مندوب ثقافة، تمشي تصب دوسي، أي فنان يمشي عنده خدمة يصب دوسي ويقعد يستنى، يعملوا لجنة يعيطوا له يختاروا معناها فنانين، كان تقبل منظمين يختاروا يوزعوا على الفنانين الكل. ما فنانه تدعي انها فنانه سجل اغنيه في العشر سنين وما عندهاش انتاجات برشا، من اللي هي صغيره ما تشهرتش تحب تتشهر هي توا في الكبر، ما علينا في هذا الكل. ماخذه 20 مهرجان وفنانين اخرين ينجوا كل يوم ينجوا ما همش ماخذين حتى مهرجان، غيان كو خاطرها تمشي معناها هذوما رؤساء الجمعيات، خاطر ولات تعطى المهرجانات الجمعيات الخيريه تو ما عادش كيما قبل جمعيه مثلا مهرجان فلاني وجمعيه مهرجان الفلاني، فهمت؟ ما عادش كيما قبل مندوب الثقافه ولجان، ماذا بينا احنا رجعونا لجان، خلي الناس الكل تاخذ المهرجانات، خلي الناس الكل تخدم. قسما بالله يا صابرين تمشي لك من هوني القطع الرقبه على مهرجان بزوز ملاين وبثلاثه ملاين، غيان كو هاكا باش روحها هكا انا موجوده ونفك في المهرجانات. معناها راهو بالحق راهو فما فنانين شباب ما شاء الله، فما فنانين ينتجوا حتى معناها فنانين كبار وقدم لكن ينتجوا وقاعدين يتعبوا ويصرفوا في معناش شركه انتاج نصرفوا وحدنا احنا من جيوبنا، احنا قاعدين نصرفوا قاعدين خلينا على الاقل خذ انت مهرجان وهذاك مهرجان وهذاك مهرجان، انت تلمهم الكل معناها اللي كنتي على خاطر تمشي تحت الطاوله تاخذ فيهم وعلى مسؤوليتي الكلام هذا نقول، وعباد معناها يعلم بها كان ربي ما تاخذش مهرجانات كيفاش تصرف وتتعب وتنتج وتعمل في سبونسورينج من فوق باش يتشهروا باش تخدموا باش يخدموا، وفي كل بلاتو تمشي تقول لك هاو يمدوا في وجوههم وما يغنيوش، هاو يمدوا في وجوه الناس خدمت وتعبت وجات باش عيطوا لهم في البلاتوات باش تغني على خاطر هما بالحق صرفوا وتعبوا، عندها اصوات وبرشا اصوات في تونس برشا على الشباب ما شاء الله، عندنا اصوات كبيره كبيره وكل مره نكتشفوا صوت. مرتضى الفتيتي صوت ما شاء الله شكون كيفه، رؤوف ماهر ما شاء الله صوت شكون كيفه، وبرشا برشا 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 باش نقعد نسمي من هنا الغدوه، معناها سيبوا فرصه للشباب، خلي الناس خلي تاخذ مهرجانات خلي تخدم على رواحها، راهو انتم خذيتوا وقتكم باهي اخدموا انتم، انصحونا عاونونا احنا شباب، عاونونا يجي يقول لي مثلا الاغنيه ذيك راك ما احسنش الاختيار، وانا نبدل نسمع كلامك، اما تجي انت تمقصني في كل مهرجان ولا في كل مندوبيه ولا في كل جمعيه تمشي تمقص فينا ما يجيش.